ويطبب النفوس بحسن قراءته. ذكرنا بالعظام. الله. يعني أنا ذكرت عبد العزيز حصان الله يرحمه. تستحق تلاوتك العناء من بلاد الفيضانات بنغلاديش، أنتم أفضتم علينا بهذا الفيض الجميل. وننزل من القرآن ما هو شفاء هو اليوم أحد أعضاء منتخب سوريا القرآني. فسوريا معروف عنهم إتقان الحروف وإعطاء الحروف حقها. هل تحفظ شيئا من القرآن؟ نصف القرآن؟ ما شاء الله. بما يعملون